السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرك كنت ماشي في الشارع كده في منطقتنا العربية اللي ما فيهاش شجر ولقيت حتة شجرة قلت تنفع ان هي ممكن اخدها واستخدمها؟ الموضوع صعب جدا يا جماعة ان احنا نستخدم اي خشب من الشارع كده ونستخدمه ونعمل بيه اي حاجة. الموضوع بياخد خطوات. الخشب اللي بنشتريه من المحلات او من الاماكن المجهزة، الخشب ده بيتاخد بيتقطع وبيتحط في حاجة تجففه، وبتاخد وقت لغايه ما تجفف لغايه ما درجه الرطوبه بتاعته تبقى من 7 ل 12% رطوبه، تقدر ساعتها تستخدمها ما يقوسش منك بعد كده او ما يحصلوش حاجه. طيب لو انا لقيت حاجه في الشارع هعمل بيها ايه؟ طبعا في الشوارع عندنا ما عندناش انواع خشب كتير، وخاصه في مصر تقدر تستخدمها. الفيكس نوع من الشجر مزروع في كل حته في مصر، ما ينفعش في اي حاجه للاسف. ممكن في بعض الأحيان بعض الأنواع الأخرى اللي أنا لقيت حتة زيتون قصناها يدوبك ممكن أخد منها حتة خشب صغيرة، فالنهاردة هنجرب نقصها مع بعض ونشوف القصة ممكن نطلع بيها بخشب عامل إزاي. يلا بينا. لقيت حتة الخشب دي يا جماعة من حوالي قصتها من سنتين. أنا عشان ما عنديش حاجة أجفف فيها الخشب، فبالتالي اضطريت إن أنا اقفلها، هنا اقفل المسام بتاعها بمادة عازلة من هنا من جميع الاماكن. قفلت المسام وسبتها بقالها سنتين محطوطة في الشمس. طيب اعرف منين ان هي تنفع، يعني الرطوبة فيها راحت ولا لسه؟ عندي جهاز بيقيس درجة الرطوبة بتاعتها. بنشوف درجة الرطوبة هنا، بنقول تقريبا 9%، بنشوفها في حتة تانية 9، يعني بحاول ان انا ايه 9% تعتبر كويسة. هنا 16-15% برضو عالية، 8. لازم تشوف الموضوع ده في كل الخشب او كل العود اللي عندك، تجرب فيه وتشوف الرطوبة عاملة ازاي. عادة البوصة الواحدة بتاخد سنة في الشمس، فدي 2 بوصة، دي مفروض تاخد يعني لو عملنا كده دي حوالي 8%، وده عشان هي تقريبا 2 بوصة، والحتتين الخشب دول بقى لهم سنتين عندي، انما الحتة دي 3 بوصة، فهتلاقيها درجة الرطوبة واصلة لغاية 16%، ودي درجة تعتبر عالية. خلينا نقلبها من الناحية التانية ونشوف 15%، عشان الحتة دي اضخم، المفروض الحتة دي كنا نسيبها كمان سنة. طبعا كل ده انا بعمله، هي صغيرة جدا مش هطلع خشب خالص، بس هي مجرد ازاي نشتغل لو لقينا حتة خشب ونشتغل ناخد منها خشب ازاي. الفكرة كلها ان انا الخشب ليه ما يتقصش لو هو مبلول او فيه رطوبة؟ بعد ما نقصه يبتدي اللوح ممكن يتعوج او ممكن يشقق، فبالتالي بعد ما بتعمل بيه حاجة تلاقي الحاجة باظت خالص، عشان كده لازم يبقى الخشب ناشف. انا هجرب اقص منه لان انا مش هطلع، انا عامل حسابي يعني الحتتين دول كانوا حتى يعني مش غاليين، وده شجر زيتون فبالتالي مش هطلع منه حاجة كتير، انما خلينا نبتدي.
طبعا خلصت حتة صغيرة، انا عايز اوريكو التفجيرة لو هتبان ولا لا. يعني خلينا نحط طيب مية عليها عشان تبقى. بص بقى على حلاوة الزيتونة لما تتفنش، يتحط لها زيت او يتحط لها اي حاجة، بتبقى حلوة جدا جدا جدا. ادينا شفنا حتة خشب صغيرة ممكن تطلع حتة صغيرة زي دي. هنلاحظ الاتي، انا سايب شوية حتت من الخشب من بره عشان انا مش عارف هعمل بيها ايه، بس النوع ده من الخشب يا جماعة ما بيتعملش بيه، عشان يعني الحجم ما هوش كبير، مش هعمل بيه ترابيزة او كرسي، بيتعمل بيه المقابض. يعني باخدها على المخرطه وابتدي اعمل بيها مقبض، دراع، علبه صغيره، يعني تعمل بيها حاجات صغيره. وخاصه ان اي حاجه يا جماعه بيبقى فيها فرع، يعني مثلا عندي اللوح ده لسه ما خلصش، شايفين دي كانت طالعه في اتنين، فاول ما الحته دهيت يعني لو انا قصيتها واشتغلتها وخرطتها، الحته دي بتبقى فيها احلى تفجيره بشكل جميل جدا. ليه؟ لانه الالياف عشان تنقسم بتلاقي الحته دي كده ايه مليانه جمال رباني. ان شاء الله انا يعني هسيبها عندي، عايز استخدمها في الخراطه، هعمل بيها حاجات بسيطه. حته الخشبه بتاخد وقت طبعا، مش اي حاجه تلاقيها في الشارع تنفع، انما دي زيتونه. قولولي كده ايه الخشب اللي موجود جنبكم ينفع الواحد ياخده يظبطه ويستخدمه في أي حاجة في النجارة. أشوفكم الحلقة الجاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.